المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق، فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر، فلا تعفو ولا تغفر. مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد، وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره، ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه، الأفضل أن لا تعفو عنه، أن تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة فإن العفو أفضل وأحسن، لأن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا كان أجرك على الله كان خيرا لك